وصفة اليوم خيالية بشهادة الجميع، نكهة غير تقليدية ومميزة لازم تجربونها. أول شيء أخذت صدور الدجاج وتبلتها ببهارات الفهيدة الجاهزة والثوم وشوية بابريكا أو زيت، بعدها شوحتها إلى أن أخذت لون، مو شرط تستوي 100%، أهم شيء أنها تتحمر. بعدها قطعتها شرايح في نفس الصاجة، نزلت بصل شرايح وفلفل بارد ملون وباقي التتبيلة وقلبتهم، وبعدها رجعت الدجاج اللي قطعته، أخلي كده دقيقتين بس تتمازج النكهات، وأجهز الرز. في قدر أضفت زيت وثوم وبصل مقطع تقطيع صغير مع فلفل بارد ملون، وبعدها مكعبين ماجي وبهار البابريكا والكركم، وبعدها أنزل الرز المغسول المنقوع. استخدمت رز حبتها قصيرة وقلبتها مع الحمسة، مفروض أني أحط الذرة معاهم لكن نسيتها، مشكلة حطيتها بعد ما قلبتها. وآخر شيء أضيف الماء المغلي اللي يغطي الرز بشوي وأتركها إلى أن يستوي. بعد ما استوى أجهز صينية الفرن، أضيف أول شيء الرز، بعدها طبقة الدجاج، وبعدها أضيف قطعة فحم وأبخر الصينية، تعطي نكهة مرة مميزة. بعدها غطيتها بخلطة الأجبان والقشطة والكريمة، وآخر شيء جيبوا موزاريلا ورشة فلفل حار. قدمتها مع ساور كريم وخلطة الأفوكادو والخس الشرايح. لازم تجربونها، ولازم تضيفون الإضافات مع عصرة ليمون. الطبق خرافي والكل راح يسألكم عنه، وعلينا وعليكم بألف عافية.